السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج الكلمة لك. في مثل هذا اليوم عام 2012 ذهب الشعب اليمني، ذهب 8 ملايين يمني إلى مراكز الانتخابات ولسان حاله، ليكون الحبر فداء الدم، وصندوق الاقتراع مسلكا حضاريا لمنح الثقة ونزعها. فهاجت ميليشيا الإرهاب الحوثية ميليشيا الكهنوت، وبدأت التحضير والإعداد للانقلاب لمصادرة الحياة السياسية، وحكمت البندقية وصناديق الذخيرة، وأعادت البلاد عقودا إلى الوراء. 21 فبراير، وضرورة استعادة الدولة وللعودة للمسار الديمقراطي هو موضوع حلقتنا لهذه الليلة. نستقبل مشاركاتكم عبر الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، وأيضا على صفحتنا في الفيسبوك الكلمة لك. قبل أن أستقبل مشاركاتكم، دعوني أستعرض لكم استطلاع الرأي الذي وضعناه على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي عن 21 فبراير. 21 فبراير هو يوم يتذكره اليمنيون لأنه كان فرصة للعودة إلى المسار الديمقراطي، إلى الحياة السياسية الطبيعية التي من خلالها يكون التغيير عبر صناديق الاقتراع وليس الانقلاب عبر صناديق الذخيرة كما فعلت الميليشيا بحق اليمنيين والدولة. إذن سألنا المتابعين، لماذا انقلبت الميليشيا الحوثية على المسار الديمقراطي في اليمن الذي بدأ في 21 فبراير 2012؟ هل لتعطيل عملية التغيير وبالتالي عرقلة مسار وإنجازات الثورة 11 فبراير، التي كان 21 فبراير هو أهم إنجازاتها للمضي قدما نحو التغيير، عبر صناديق الاقتراع، وأن يظل الرئيس لفترة وإن طال فترتين وليس 3 عقود و4 عقود وغيرها كما كان من قبل؟ هل لتعطيل عملية التغيير أم لإعادة الكهنوت الإمامي؟ لماذا انقلبت؟ هل لتعطيل العملية عملية التغيير أم لإعادة الكهنوت الإمامي؟ صوت للخيار الأول لتعطيل العملية عملية التغيير 22%، وصوت للخيار الثاني لإعادة الكهنوت الإمامي. انقلاب الميليشيا لم يأتي من أجل الجرعة السعرية للـ500 حق البترول ولا لشيء، إنما جاءت لأهداف إمامية سلالية خبيثة تترصد الدولة لتختطفها مرة أخرى بعد أن انتزعها اليمنيون من مخالبها في 62 يوم 26 سبتمبر المجيد. إذن صوت 78% من متابعينا انقلاب الحوثي على مسار فبراير هو لإعادة الكهنوت الإمامي، 78%. في التويتر أيضا، في صفحة قناة السهيل، سألنا السؤال ذاته، يعني قلنا لماذا انقلبت ميليشيا الحوثي على المسار الديمقراطي في اليمن الذي بدأ في 21 فبراير 2012؟ هل لتعطيل عملية التغيير أم لإعادة الكهنوت الإمامي أم الاثنين معا؟ الانقلاب كان بسبب أو لأهداف متعددة الجوانب والأجندات، هي لتعطيل عملية التغيير ولإعادة الكهنوت الإمامي في آن واحد. صوت للخيار لتعطيل عملية التغيير 0%، وصوت لخيار إعادة الكهنوت 7%، وصوت للاثنين معا لتعطيل عملية التغيير ولإعادة الكهنوت الإمامي، صوت لهذا الخيار 93%. إذن الغالبية العظمى الذين صوتوا لمتابعي صفحة حساب قناة السهيل الرسمي على تويتر يقولون أن الاثنين معا
أن هدف انقلاب الميليشيا الحوثية على المسار الديمقراطي الذي بدأ في 21 فبراير 2012 هو لتعطيل عملية التغيير ولإعادة الكهنوت الإمامي. إذن هذا أبرز النتائج الاستطلاع، استطلاع الرأي الذي وضعناه على صفحتنا في الفيسبوك وأيضا على حساب قناة إسرائيل في تويتر. لدي نبيل الفقي، مرحبا بك يا نبيل. السلام عليك يا أخي محمد. أهلا وسهلا بك نبيل. ماذا يمثل لك 21 فبراير وما يعني وما جاء بعده من إرهاصات وانقلاب وغيرها من الأحداث المأساوية التي لم يكن اليمنيون، حينما خرج اليمنيون في هذا اليوم إنما كانوا يريدون استبدال الدم بفداء الحبر بدلا عن الدم، وصناديق الاقتراع بدلا عن صناديق الذخيرة. ماذا يمثل لك هذا اليوم؟ كان في حينها انتصار لثورة فبراير، كان كما يرى مؤرخون وكذلك محللين سياسيين وكما رأى الكثير، كان يوم تاريخي بامتياز، يوم أن كسر الحاجز التاريخي في الحكم في المركز المقدس وهي صنعاء وما حولها من قبائل أو من قبلها من هاشمية سياسية وإمامية وغيرها، كسرت الحاجز تماما، كسرت مجرى التاريخ يوم 21 فبراير عندما خرجت تاريخيا، خرجت الحكم من هذا المركز الذي ظل يحكم اليمن منذ فترات، صحيح انتهينا من الإمامة إلى الديمقراطية وغيرها، لكن ما لبست أن تحولت إلى ملكية ديمقراطية، وصار الحكم هناك يعني في الستينات، صحيح عبد الرحمن الإرياني كان رئيسا لكن لم ينقص قليلا، أقصد مكث قليلا، لكن كسرت 21 فبراير، كسرت الحاجز التاريخي لهذا المركز في الحكم، وصار عند اليمنيين عندما كان لابد أن يحكم من مناطق كذا أو من في الإعادة الإمامة، يعني انتقال الحكم من المركز اللي كان مركز الذي كان يتحكم باليمن لطوال هذه العقود، يعني أثار حفيظة الكهنوت وأيضا القوى التي كانت ترغب بالاستحواذ على حكم اليمن. هذا ما قاله علي عبد الله صالح في عندما كانت بعد جمعة الكرامة، وقف مع رموز من القبائل ورموز من الهاشمية السياسية، قال لهم إذا انتهيت أنا الآن، إذا انتهى حكم علي عبد الله صالح فأنا آخر حميري يحكم اليمن، بذلك يعني كأنه يقول لهم سينتهي الحكم من هذا المركز الذي يحكم اليمن. هذه بجانب تاريخي. الجانب الآخر، 21 فبراير انتصرت للقضية الجنوبية لأنه منذ تولي الوحدة ولم يعني لم تكن متكافئة، كانت على عجالة، وكان الرئيس من الشمال ونائب الرئيس من الجنوب حتى تآمر عليه وأزاحه في 94 وانتهت الأمور، لكن وظلت هناك مشكلة عالقة، وأتت القضية الجنوبية وانتصر الشعب اليمني بدمائه لهذه الوحدة، وأتى برئيس جنوبي وإلى الآن ما زال، ونحن لسنا ضد جنوب أو شمال، لكن نقول انتصرت للوحدة التي تؤمن في تسمية إنابت الأول من جانب تاريخي، وهذا من جانب سياسي عمقت بذلك وانتصرت للجنوبيين والحراك الذي بدأ من 2007 للمتقاعدين وبعده ما سارت وثارت لغة الانتصار وغيرها حتى أتت ثورة فبراير وانصفت الجميع. إذا ما عدنا لنفس ذات اليوم 21 فبراير، نتذكر أن هناك مناطق تم عرقلة هذا المسار الديمقراطي، هي صعدة وبعض المناطق الجنوبية. أمام هذه العرقلة، بعض المناطق الجنوبية التي الحراك الانفصالي الذي حاول عرقلة المسار الديمقراطي ولكنه مضى، كانت الكتلة الكبيرة التي منحت الرئيس هادي هي المحافظات تعز، ذمار، صنعاء، الحديدة وغيرها. هنا لم حين خرج اليمنيون بهذا الحماس، ما الذي كان يريدون، ما هو الهدف
الذي كان يرمون إليه؟ قبل أن أجيبك على هذا السؤال، قد لا تكون محافظة بعينها نقصدها كما المحافظات التي خرجت العيد، لكن كان هناك مشروعين، مشروع الحوثي لم يوافق على انتخاب عبد الربه وقف جانبا لأنه عنده مشروع وهو يخطط له، وكان شبه جاهزا سينقلب به على علي عبد الله صالح في غضون سنوات، والهاشمية السياسية كانت تشتغل وسينقلب على المسار الديمقراطي والمسار الجمهوري بأكمله بعملية انقلابية، وهذا ما اتضح خلال السنوات التي رأيناها وكما قلت لك في محادثة سابقة. المشروع الآخر هو مشروع الانفصاليين الانتهازيين الذين وقفوه ضد عبد ربه منصور هادي مع أنه من الجنوب، وهم ليس كل الحراكيين بل الحراكيين الذي تربوا في ضواحي لبنان والذي لا يريدون وحدة ولا يريدون انفصال بل يريدون ابتزاز تارة للخليج وتارة لإيران، وما زالوا يمكثون. إذا كان الشعب الجنوبي وشعبنا في الجنوب معهم أنهم قد انفصلوا في خلال السنوات التي مضت، لكن شعب الجنوب لا يريد وشعبنا في الجنوب لا يريد الانفصال، ويعرف ماذا يعني حكم الشمولي والفرد الواحد، وما هؤلاء الذين يلعبون الآن في الجنوب والنخبة النخبة الشبوانية وكذلك النخبات الجيوش الخارجية على الشرعية كلها تمثل هؤلاء الآن ما زالت. لكن المسار الديمقراطي التي عمقته ثورة فبراير، وإن كان انتخاب هادي لعبد ربه منصور هادي خرج 7 مليون مواطن لانتخاب رئيس واحد في عملية ديمقراطية، لو كان لعلي عبد الله صالح أن يريد أن يمسح تاريخه 33 سنة الذي أخر اليمن وانتهى وقال سلمها صحيح، لكنه سلم العلم الجمهوري لهادي وسلم الجمهورية للحوثي. إذن لم يتسلم هذه الدولة بالمعنى الحقيقي. هذه حقائق تاريخية، قد يقول البعض الرجل مات الرجل كذا، هذا شخصيا، لكن نحن نتكلم عن مسار سياسي، عن حادثة تاريخية حدثت لا يمكن أن يطمسها فلان من الناس أو موت أو كذا. لكن الحوثي أساسا عندما نتكلم عن المسار الديمقراطي الآن، لا يمكن للحوثي أن يقبل مسار سياسي، لا يمكن أن يقبل بأحد، لا يمكن. هو صاحب مشروع، هو صاحب مشروع قد يكون تجنى بعض الناس والمحايدين لا حاليا في الساحة في كذا، لكنه سيصفي الجميع ويبقى مشروع، حتى بعض الهاشميين الذين هم الآن معه لا يمكن أن يقبلوا، خاصة لأن هذه الجارودية لا يمكن أن تقبل بها الزيدية، لا يمكن. أنت تعرف أنهم قبل أن يدخلوا صنعاء، من الذي صفى المتوكل؟ من الذي صفى جدبا؟ من الذي صفى أحمد شرف الدين؟ كل هؤلاء الدكاترة في جامعة صنعاء كانوا يقفون حجر عثرة ربما أمام معتوه مران. لا يريدون رجل أكبر من معتوه مران يكون أقل منه، فلذلك صفوهم لأنهم كانوا الحمام في المسار الهاشمي السياسي فصفوا، وأجاءت يعني أرهبوا به بقية البقية فصاروا ساكتين، مثل ما الآن أرهبوا الشعب وسكت الشعب، يعني أرهبوا الناس بتفجير البيوت وغيره، أرهبوا الهاشمية يعني بإغتيال بعض رموزها، وإلا من المستفيد هنا من إغتيال المتوكل وجدبان وشرف الدين وهم أكاديميين في صنعاء، لكن لا يريدون رأس أكبر من معتوه مران ولذلك صفوا. فلذلك الحوثي مشروع إيراني بامتياز، لا يقبل بأحد، لا يمكن أن يقبل بالمسار الديمقراطي، لا يمكن أن يقبل بمحادثات، لا أحد يتعب نفسه، ونحن نرى مشاورة السويد إلى الحديدة إلى كذا، ولا لا 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 نتعب أنفسنا بهذا. والمضي في هذا المسار هو عبث، يعني يؤخر استعادة الدولة والعودة إلى المسار الديمقراطي. أشكرك كل الشكر نبيل الفقيه. نبيل الفقيه، تطرقت إلى نقاط عدة فيما يخص يعني حماس اليمنيين في الخروج لهذا اليوم وانتخاب الرئيس فيهادي رئيسا للجمهورية، وذلك للعودة إلى المسار الديمقراطي، إلى أهمية أن يكون الشعب هو الفيصل في اتخاذ القرارات، من يحكمه، وأيضا في من يقول للحاكم لا. إذن هذا هو أهم ما كان فبراير 21 فبراير، يعني أهم رسائل 21 فبراير، هو إرادة الشعب التي ثار من أجلها اليمنيون في 21 فبراير
تحققت في الواحد وفي الحادي في الحادي عشر من فبراير. إذا لدي اتصال، السلام عليكم. أبو علي مرحبا بك أبو علي. السلام عليكم. يا مرحبا، أهلا وسهلا يا أخ محمد. أهلا وسهلا بك أبو علي. الحادي والعشرين من فبراير، لماذا انقلبت الميليشيا الحوثية على هذا المسار الذي كان اليمنيون من خلاله يعني يتحولون يعني ماضون في التحول إلى الدولة الديمقراطية التي يعني ترضخ يرضح الحاكم لإرادة الشعب ولصوته؟ نعم يا أخ محمد، يعني الحوثيين معروفين بتاريخهم، مشروعهم مشروع دمار هدم قتل، يعني ما يرقبون لحد، إذا ما انتهشني ما تصلح لهم. هذا الحوثيين مشروعهم كذا ومعروفين، يعني هذا الكلام ما يعتبرون لا 11 فبراير ولا 20 فبراير ولا كلام، ما عندهم إلا قتلهم معروفينهم نهائيا. إذا هو مشروعهم معروف ومعلوم للجميع. نعم، لماذا بعض الناس لا زال يجهل هذا المشروع وهذا وطبيعته ومخالبه التي تنهش في الجسد اليمني دولة وإنسانا؟ نعم يا أخي، الناس نعرف لأنهم بالعناء اللي مع الحوثي معروف أنهم يعني إيش نقول، يعني تابعين للحوثي، والحوثي تابع لإيران وعلى منهجهم. لا الشعب اليمني لا يقبل الحوثي ولا يقبل دمار الحوثي ولا كل ما في حد يقبل الحوثي. يعني برأيك مثلا صعدة، هل يعني هل الحوثي أيضا متجذر فيها أم أنه يعني نبتة طارئة في هذه المحافظة التي أيضا ذاقت الويلات من خلال هذا الإرهابي الحوثي؟ يا أخي أنا من أبناء صعدة، أنا من أبناء صعدة ونازحت السعودية في منطقة جيزان. وأنا طبعا من خلال معرفتي باللهجة أنك من أبناء صعدة، وأنت أحد أبناء صعدة، ماذا يمكنك أن تقول؟ بعض الناس لا زال يتصور أن صعدة هذه معقل الحوثية، بينما أبناء صعدة هم أول من تضرر من هذا المشروع الدموي الإرهابي. نعم يا أخ محمد، أجبتك، أنا من أبناء صعدة ونعرف الحوثي دخيل على محافظة صعدة وليس من أبناء صعدة. قاتلنا الحوثي في مديرية غمر، وقاتلنا الحوثي في مديرية قطابر، وقاتلنا في مديريتنا، وسوينا كل ما نقدر، لكن ذاك اليوم النظام السابق سلموا الأسلحة وسلموا العتاد وخلوا يادم على القبائل وعلى المديريات وعلى كل من يقول لا يقتله الحوثي. معروف صعدة ليس الحوثي من صعدة، ولا تعترف به صعدة، ولا لو صلاح بأي صعدة، غير دخيل. إذن الحوثي دخيل، وهذا أبو علي أحد أبناء صعدة يؤكد ذلك، وأن هذه النبتة الحوثية هي نبتة طارئة، وأن أبناء صعدة هم أول من وقفوا إلى جانب الدولة، وقفوا في وجه المشروع الحوثي الإيراني. أشكرك كل شكر أبو علي. أنتقل إلى صديق البرنامج عوض كعدة. مرحبا بك يا عوض. حياك الله، كيف حالك يا أستاذ محمد؟ الحمد لله. عوض، ماذا يعني لك الحادي والعشرين من فبراير باعتباره منعطف جديد بالنسبة لليمنيين، مسار جديد كان أحد يعني إنجازات فبراير في سبيل أن يكون الشعب هو الذي يختار من يحكمه من يحكمه؟ أولا أحييك يا أستاذ محمد، وأحيي كل العاملين في قناة الثورة، قناة الثورة والثوار، حياك الله. طبعا الشعب اليمني كله التف حول القيادة السياسية، وهناك كان إجماع غير مسبوق على مر الانتخابات اليمنية. أعتقد أنه 6 مليون يمني اللي انتخبوا الرئيس عبد ربه منصور هادي، والشعب اليمني تواضع يا أستاذ محمد إلى الحرية، إلى الأمن، إلى الاستقرار، إلى الاستقرار، إلى التعليم، إلى الصحة، إلى العيش الكريم، إلى نعم نعم. الشعب اليمني يأمل أن يتخلص من هذه
من هؤلاء الحكام الذي تعاقبوا على 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 مر 50 عاما وهو مظلوم. الشعب اليمني يا استاذ محمد شعب يعني عانى الويلات، عانى الفقر، عانى الظلم، عانى الاضطهاد، عانى البطالة، عانى التشرد في جميع أنحاء العالم. ولهذا الشعب اليمني التف حول هذه القيادة يا استاذ محمد. ولكن للأسف الشديد يعني هناك يعني حصل ما حصل و يعني تريد أن تقول هناك خذلان. هناك خذلان بدون شك، ونحن نعلم أنه واحد أين مكان من هذا الخذلان؟ الخذلان يا أستاذ محمد للأسف الشديد أتى من الذين قاتلوا الإمامة في 62 وحققوا انتصار وقضوا على الحكم الإمامي الكهنوتي البقيض إلى طير رجع. ولكن للأسف الشديد أحفاد هؤلاء الذين قاتلوا في ثورة 26 سبتمبر 62 تحولوا إلى مداميك يعني لهذه الإمامة لعودة الكهنوت. للأسف الشديد يا أستاذ محمد إنهم يعني هم الذين تعاونوا مع الحوثي وحطوا يدهم في يد الحوثي في 21 سبتمبر 2014. طبعا يعني بس فقط ملاحظة عوض، يعني هنا فقط ليس هناك تعميم، لأنه طبعا هناك الكثير ممن وقفوا في وجه الإمامة، لكن بالفعل هناك عدد يعني معروف ومرصود لأحفاد من وقفوا في وجه الإمامة وناضلوا وضحوا يعني منذ القدم، تحولوا إلى عكفي لهذه الإمامة. بدون شك يا سيد محمد أنا لا نعمم، ولكن يعني على رأسهم الراحل علي عبد الله صالح وأعضاء المؤتمر الشعبي العام وفي نفس الوقت الحرس الجمهوري، هؤلاء هم الذين وضعوا يدهم في يد الحوثي، وهؤلاء هم الذين غلبوا على ثورة 11 فبراير 2011، وهم الذين أمدوا وفتحوا المعسكرات للحوثي في صنعاء ونهب جميع الأسلحة الثقيلة والخفيفة، وليس هذا فحسب، بل قاتل مع الحرس الجمهوري حتى وصل إلى شبوة. ولكن هناك لا زال الخيرين لأبناء الشعب اليمني الذين حملوا السلاح والذين التحقوا بجبهات القتال، فالآلاف الذين استشهدوا والآلاف الذين جرحوا من القوات الشعبية وكذلك المقاومة الشعبية وجميع أبناء الشعب اليمني. الشعب اليمني تواضع الحرية ولن يمكن بأي وسيلة من الطرق أن يعود الحكم الكهنوتي البقيض الذي حكم اليمن غرورا من الزمن وليس عقودا من الزمن. عوض يعني هو سؤال باعتبارك من أحد أبناء شبوة وهي إحدى المحافظات الجنوبية، الملاحظ في 21 فبراير أن يعني أكثر المحافظات التي كانت هناك يعني التي امتنعت عن التصويت أو حاول المخربون والفوضويون وبعض المناطقين وأيضا الطائفيين الحوثيين عرقلت الانتخابات في صعدة وأيضا في بعض المحافظات الجنوبية. نتذكر إحراق الصناديق واستهداف القوى الأمنية التي كانت يعني تحمل صناديق الاقتراع لرئيس جنوبي، يعني من منجزات فبراير أنها نقلت مركز الحكم من المركز الذي كان يتحكم بمصير الشعب اليمني إلى منطقة أخرى حتى تكون الفرص متاحة لكل مناطق اليمن ولكل أبناء اليمن. لماذا؟ نعم يا سيد محمد، احنا نعرف ان ونحن حتى لا نكون يعني بعيدا عن الواقع، هناك كانت مناطقية، هناك كان حكم دكتاتوري، الذين كانوا يحكمون الجمهورية اليمنية هي فئة الزيود مع احترامي للكثير منهم، يعني من رأس الهرم حتى أسفل الهرم، وباقي أبناء الشعب اليمني كانوا مهمشين حتى يعني في الوزارات في وكلاء الوزارات، الموظفين جميع الدوائر الحكوميه في المستشفيات، في كان نفوذ غير عادي، يعني الزيود هؤلاء هم الذين كانوا يحكمون اليمن بشكل عام بالحديد والنار. يعني ممكن
ممكن يعني يعني نكون يعني نحن نطلق على الزيدية لم تعد لم تعد مذهب في حتى في شمال في الشمال ولا حتى في شمال الشمال، فقط صارت بيد الحوثية تستخدمها كيف تشاء. ولكن يعني هناك أخطاء لا يعني لا أحد ينكرها، البعض يقول أنه عقب 21 فبراير أيضا حصل خطأ وهو تمكين منطقة معينة على حساب المناطق الأخرى. هل تكون هل تشارك في هذه الملاحظة؟ أي منطقة تقصد يا سلمى؟ يعني البعض يقول أنه التعيينات والدبلوماسيين الوزارات المدراء العموم قادة يعني لم يكن هناك على حسب المأمول منه من قبل كل أبناء الشعب أن تكون الفرصة متساوية للكفاءة للنزاهة وليس للولاء للمنطقة أو للحزب أو لغير ذلك. بدون شك التجاوزات حصلت وموجودة إلى يومنا هذا أستاذ محمد. ولهذا يعني نحن الآن أستاذ محمد في حالة حرب. البلد في حالة حرب. البلد يا أما أن نكون أو لا نكون. فعلينا أن 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 نتجاوز هذه النتوءات والتجاوز. نعم علينا أن نتجاوز هذه الصراخ خاصة في هذه المرحلة. لكن عندما يتحرر الوطن بأكمله من الحوثيين ومن تحالف معهم فإن الشعب اليمني سوف يحاسب بكل حساب دقيق وسوف يكون وعندما تأتي الدولة دولة النظام والقانون المكونة من 6 أقاليم دولة العدالة والنظام والقانون والتقاسم العادل للثروة والسلطة إلى كل هذه الظواهر تنتهي يا أستاذ محمد. نحن الآن في مرحلة يعني صعبة جدا ومعقدة واستثنائية والوضع اللي قدام الشعب اليمني أكبر من هذه وهذه المرحلة تتطلب قادة استثنائيون. نعم نعم وهذه المرحلة تتطلب قادة استثنائيون بدون شك. ولهذا على 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 الجميع أن يرص الصفوف حتى نتخلص من هذا الحكم الكهنوتي الحوثي وعندما تعود الأمور لطبيعتها إن شاء الله الكل سينعم بالأمن والاستقرار والوظيفة والسلطة والتعليم والصحة والطرقات وكل شيء. لكن الهم الأكبر اليوم كيف نتخلص من هذا إذن الأولوية هنا لعودة المسار لعودة الدولة ثم العودة إلى المسار الديمقراطي. نعم نعم أستاذ محمد أشكرك كل الشكر. عوض كعدل كنت معنا أحد أبناء شبوة طبعا تحدث باستفاضة عن 21 من فبراير وما يمثله بالنسبة لليمنيين باعتباره كان الخطوة الأولى لانتقال الحكم سلميا بدون أن يكون الحكم صندوق الاقتراع وليس صندوق الذخيرة التي حاولت الميليشيا الحوثية الانقضاض والتي انقضت على الدولة للأسف الشديد واختطفت الدولة والمؤسسات وذلك لشعورها بانتقال الحكم وأصبح الحكم متاح لكل اليمنيين لكل مناطق اليمن باتت لديها الحق بعد ثورة 11 من فبراير أن يكون لها الصوت والحكم في أيضا في المشاركة في هذا الحكم في السلطة والثروة. مشاهدينا الكرام نستمر في متابعة واستعراض واستقبال آرائكم ووجهات نظركم عن 21 من فبراير وضرورة استعادة الدولة والعودة للمسار الديمقراطي. ابقوا معنا. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في برنامج الكلمة لك. في هذه الحلقة نناقش عن الذكرى 7 لليوم 21 من فبراير يوم انتخاب الرئيس هادي وضرورة العودة وضرورة استعادة الدولة والعودة للمسار الديمقراطي.
هناك أيضا الكثير من المشاركات والنشطاء والكتاب والصحفيين وأيضا اليمنيين في مواقع التواصل الاجتماعي كتبوا وأبدوا آراءهم في هذا اليوم، يوم 21 فبراير. دعونا نبدأ بالصحفي خالد العلواني، يقول في تغريدة له: في مثل هذا اليوم عام 2012 ذهب الشعب اليمني إلى مراكز الانتخابات ولسان حاله ليكن الحبر فداء الدم وصندوق الاقتراع مسلكا حضاريا لمنح الثقة أو نزعها. فهاجت ميليشيا الكهنوت وبدأت بالإعداد للانقلاب ومصادرة الحياة السياسية وحكمت البندقية وصناديق الذخيرة وأعادت البلاد عقودا إلى الوراء. أما عمار الزعبل يقول: الحادي والعشرين من فبراير، الحادي والعشرين فبراير عيد أيضا، هكذا يقول، يوم استثنائي اتفقنا أو اختلفنا عليه، ففيه نتذكر شيئا مقدسا وهو الدولة وشرعيتها ورمزيتها وكيفية الوصول إليها بطريقة انتخابية، بأن يكون على رأسها واحد من الناس من أي قرية أو منطقة كانت، بعيدا عن السلالية والعرق الصافي، ليتغنى كل واحد منكم بمن يحب ويبجل. أما أنا يكفيني التغني بعبد ربى منصور هادي كرمز للمواطنة المتساوية والتشارك لبناء وطن يتسع للجميع لا يضيق بأحد، هكذا يقول عمار زعبل. أما غالب السميعي فقد كتب منشورا على صفحتي في الفيسبوك يقول: 21 من فبراير الذكرى السابعة لانتخاب الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيسا للجمهورية اليمنية في 2012. تمر هذه الذكرى واليمن غير مستقر لا سياسيا ولا اقتصاديا ولا أمنيا ولا اجتماعيا. صحيح إن الوضع معقد وهناك ظروف قاهرة داخلية وخارجية تؤزم الوضع يوميا، منها ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا وانهيار الاقتصاد وتفاقم الأزمات في ظل استمرار الحرب، لكن لا يعفي شرعية الرئيس هادي والحكومة من عمل شيء منظور يوصل اليمن لما يطمح له اليمني ولو نسبيا. إن استمرار تدهور الأوضاع وبقاء ميليشيا الحوثي شمالا وأصحاب المشاريع المضرة جنوبا معناه تلاشي شرعية الرئيس تماما وانحسارها من قلوب داعميها ومحبيها. لذا وجب تدارك الموقف يا سيادة الرئيس قبل فوات الأوان. أما في المنشور الآخر، العواضي محمد أحمد يقول: 21 فبراير 2012 ميلاد ذكرى ميلاد أول رئيس يمني من خارج منظومة المركز المقدس مع هادي حبا لبلادي، هكذا يقول حسب تعبيره، وما زلت أراهن عليه وسنصل بقيادته، هكذا حسب تعبيره يقول الحكيمة، لشاطئ اليمن الجديد والمؤمل إن شاء الله. أحمد الدبعي أيضا كتب يقول: يوم 21 من فبراير عام 2012 أتذكر بشيء من الإيجابية، وهو أنه كان يوم وأد مشروع توريث الرئاسة، وصعد فيه رئيس جمهورية ينحدر من منطقة مختلفة لا تهيمن على الجيش. صحيح أنها لم تكن عملية انتخابية مثالية، ولكن كانت لإنتاج فترة انتقالية فحسب. الرئيس هادي وجد نفسه أمام تداول سلمي لقماش العالم فحسب، وهذه مقولة أكدتها الأيام، ولكنه وقع في أخطاء بالتجزئة والجملة. دعونا الآن نفكر وننتج مشروعا ينتصر لتعزيز التداول السلمي الحقيقي للسلطة وإيقاف كل هذا العبث، ونذهب لمستقبل جديد مشرق. الجميع يتحمل المسؤولية، أحزاب ونخب وساسة وعسكر ومراكز قوى متعددة، لم نعد بحاجة لجلد ذواتنا أكثر مما يحصل، فقط نريد في اليمن ومضت حكمة نصنع من خلالها مخرجا جميلا. أما الشيخ حميد بن عبد الله الأحمر فقد كتب أيضا منشورا
على صفحته في الفيسبوك يتذكر هذا اليوم، يقول: في مثل هذا اليوم من العام 2012 توجه ملايين اليمنيين إلى صناديق الاقتراع بيحدوهم الأمل في مستقبل أفضل من العدالة والحرية والتنمية والاستقرار التي كانت ولا تزال أهم أهداف ثورة 11 من فبراير السلمية. وضعوا تلك الآمال في صناديق الاقتراع بحس وطني عال بعيدا عن أي اعتبارات ضيقة أو مناطقية أو حزبية، لكن لم يدر بخلد هذا الشعب الكريم المتسامح أن تتكالب على حلمه وحقه الأصيل في العيش الكريم قوى دولية وإقليمية وخيانات داخلية وأحقاد دفينة وأطماع وضيعة حولت هذا الحلم إلى كابوس أضاع دولتهم واستهانت بدمائهم ومعاناتهم وحقوقهم المشروعة. ومع كل ذلك لا زال هذا الشعب العظيم وسيظل بإذن الله أقوى من كل المؤامرات والخيانات، وكلنا ثقة أن المولى عز وجل سيمن على هذا الشعب بانتصار إرادته في الحياة الكريمة وتجاوز المحنة التي ابتلي بها ليخرج منها إن شاء الله أكثر صلابة وأكثر تماسكا وتصميم. سيتحقق الحلم بإذن الله ولن يرحم التاريخ الخونة والظلمة والفاسدين والمتآمرين. وفي هذه الذكرى أدعو الجميع لرص الصفوف وتوحيد الجهود لجعل هذه الذكرى طيا لصفحة السبع سنوات العجاف والانطلاق بثقة نحو المستقبل. على الشرعية بجميع مكوناتها أن تنهي مرحلة التي خارج الوطن والعودة إلى أرض الوطن، وأن تلتحم بالشعب وتقف بصدق وصلابة أمام معيقات استعادة الدولة وتتناسى عن الصغائر والحسابات الضيقة، وأن يتم تفعيل كافة مؤسسات الدولة الشرعية وفي مقدمتها مجلس النواب المنتخب، وأن تبسط نفوذها على كافة المناطق المحررة من أيادي الانقلابيين. وحينها لن يكون هدف إنهاء الانقلاب إلا مسألة وقت متى ما صدقت النوايا، ما لم فلن يعدم هذا الشعب بإذن الله الوسيلة، أو فلن يعدم هذا الشعب بإذن الله الوسيلة لإيقاف نزيفه الدامي ومعاناته الكبيرة متجاوزا الشرعية ومؤامرة القوى الدولية، وليس ذلك على الله بعزيز. إذن في هذا المنشور الذي كتبه الشيخ حميد بن عبد الله الأحمر، هو يعتبر مثل يعني خارطة الطريق لكي نستعيد الدولة وأيضا للعودة إلى المسار الديمقراطي. دعونا قبل أن أستقبل اتصالات. السلام عليكم. إذن قبل أن أستقبل الاتصالات دعونا نستذكر استطلاع الرأي الذي وضعناه على صفحتنا في الفيسبوك وأيضا على صفحة قناة سهيل في التويتر. كان الاستطلاع يقول في الفيسبوك: لماذا انقلبت ميليشيا الحوثي على المسار الديمقراطي في اليمن الذي بدأ في 21 من فبراير 2012؟ هل لتعطيل عملية التغيير أم لإعادة الكهنوت الإمامي؟ صوت للخيار الأول لتعطيل عملية التغيير 22%، وصوت للخيار الثاني لإعادة الكهنوت الإمامي 78%. أما في التويتر فقد وضعنا السؤال ذاته وقلنا: لماذا انقلبت ميليشيا الحوثي على المسار الديمقراطي في اليمن الذي بدأ في 21 من فبراير 2012؟ هل لتعطيل عملية التغيير أم لإعادة الكهنوت الإمامي أم الاثنين معا؟ صوت للخيار الأول 0%، لا أحد صوت لتعطيل عملية التغيير، وصوت للخيار الثاني لإعادة الكهنوت الإمامي 7%، وصوت للخيار الثالث وهو الاثنين معا: الانقلاب كان سببه أو هدفه من قبل ميليشيا الإرهاب الحوثية، تعطيل عملية التغيير وإعادة الكهنوت الإمامي. هذين السببين معا صوت لهذا الخيار 93%. إذن يعني الجميع صوت على أن هدف انقلاب ميليشيا الإرهاب الحوثية من خلال انقلابها على مكتسبات فبراير وأيضا مسار 21 من فبراير الذي كان مسارا سلميا لتداول السلمي
مسارا مهما للتداول السلمي للسلطة ولترسيخ إرادة الشعب في اختيار من يحكمه، كان بسبب خصومة الميليشيا لعملية التغيير ولثورة فبراير، وأيضا خصومته ومحاولتها الدفينة لإعادة حكم الإمامي الغابر الذي دفنه اليمنيون في 26 من سبتمبر 1962. شكرا لكم مشاهدي الكرام، في أمان الله.